فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل خطب امرأة، فهل يجوز له أن يحادثها بالهاتف؟ وإذا كان جائزا فهل يجوز لها أن يلاطفها بالكلام؟ لا، الكلام اللي فيه تغزل أو فيه مضاحكة أو فيه لا يجوز هذا، وهو ما عقد عليه. أما الكلام النزيه الذي للمفاهمة والتخاطب فيما بينهم لمصلحة النكاح لا بأس به. نعم، أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.